بمناسبة هذه الاقتراعات سواء كانت رئاسيات أو الاستفتاء، وها هم اليوم يعني رغم تنصيب اللجنة المستقلة المكلفة بمتابعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية، والتي نص عليها وأنشأها القانون العضوي المنظم للانتخابات، وهو يعني مكسب جديد للدولة الجزائرية من شأنه أن يدعم المسعى التي من أجله أسست السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.